شعب عمان، يلا شعب عمان، أهل الشهامة والفخر والمرجلة، أهل الشهامة والفخر والمرجلة، قرن بهاك الخير، قرن بهاك الخير، في ظل قابوس رفيع المنزلة، في ظل قابوس رفيع المنزلة، يلا شعب عمان، يلا شعب عمان، أهل الشهامة والفخر والمرجلة، أهل الشهامة والفخر والمرجلة، قرن بهاك رفيع المنزلة، في ظل قابوس رفيع المنزلة، بدايتي كانت مميزة حقيقة بالنسبة لي، أو يمكن يكون بالنسبة لكثيرين، لأن بدأت في سن مبكرة جدا. لعبت في النادي وعمري 14 سنة من خلال التصفيات بين الفرق، وعلى طول أخذوني للفريق الأول. لعبت أول دوري وعمري 14 سنة في الفريق الأول. تم اختياري للمنتخب الشباب، وبعد شهر اختارني المدرب حميد الذيب للمنتخب الأول. في اختياري أنا ما كنت أتوقع أني رايح للمنتخب الأول، ما كنت مصدق حقيقة. في 81، وبعدها رحنا بطولة يمكن قبل كأس الخليج، ولعبت كأس الخليج بالتحديد عمري 16 سنة في كأس الخليج في الإمارات، دورة الخليج السادسة، وبعدها دورة الخليج السابعة اللي عندنا في عمان. وكنت أياميها في الثانوية العامة. كأس الخليج السابعة انتهت، الثامنة ما شاركت فيها، وبحكم أني خلصت الثانوية واتجهت للدراسة لخارج البلد ما تمكنت حقيقة أن أتواصل. رجعت لدورة الخليج التاسعة في السعودية، وكانت آخر دورة ألعبها، فلعبت ثلاث مباريات خليج. هديم خميس إلى ناصر حمدان، ناصر حمدان يحاول يعدي فعلا حتى ناصر حمدان، يا ناصر حمدان، يا ناصر حمدان، ناصر حمدان، عطلك ناصر حمدان رقم 11 اللي قدر يتعدى لاعب لشهرته وله مكانته عدنان درقال، يتعدى اللاعب الثاني. الأحداث بالنسبة لي حقيقة كانت تمر سريعة، وأمور كثيرة بتصير، المقابلات الشخصية، القنوات الناقلة، كونها البطولة الأولى يعني لها طابع كبير حقيقة بالنسبة لي. الحمد لله قدرت أسجل على حمود الهدف، وكان المفروض أسجل على العراق حقيقة، لكن في لقطة انفراد عدنان الرجال لحق علي في آخر لقطة بركبته، فشالني، طرت في الهواء، وكان الحارس جاي فصدمت في صدر الحارس وعدنان، وظهر أنه أغمى علي وأنا طحت، لأنه كان تصادم قوي حقيقة، وكان وزني حالي أياميها 50 كيلو. شالوني بالنقاهة إلى دكة الاحتياط للإسعافات، صحيت، سألوني بتلعب، فلمي ألعب، رجعت مرة ثانية. حتى هذه الحادثة حقيقة يعني أثرت في المرحومة الوالدة الله يرحمها، وبطلت تشاهد أي مباراة منقولة مباشرة لها، تشاهد المباريات اللي المسجلة وتعرف نتيجتها وتعرف الأحداث اللي صار فيها، لكن المباريات المباشرة المنقولة ما كانت بتطالعها. عبد الله حمود يلعب كرة طويلة إلى غلام خميس، إلى حمد الجمعان كابتن الفريق، وقدام كرة، الطرف قدام، يا سلام يا سلام، الله 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 الله، ناصر حمدان، ناصر حمدان اللي هو معرق الناس، يا الله، كرة حلوة ملعوبة من حمد الجمعان كابتن الفريق، تروح إلى ناصر حمدان اللي هو هجمة عكسية، يا سلام، يلا نتمنى مرة ثانية مثل هذه، نتمنى مرة ثانية من هذه. نحن ندري أن فريق العراق سبقنا بخبرة، وهو صاحب البطولة الخامسة وصاحب بطولة مرديكا، ولكن هذه البطيء، هذا هو البطيء، هذه كرة ناصر حمدان اللي لاعب وحارس مرمى، يطلع لاعب فريق العراق والحارس، وتروح الكرة بجنب القائم،
بعد مرور حوالي 6 دقائق ناصر حمدان كان ممكن يحط لنا الهدف. في ذاك الوقت احنا يعني اخذنا تمارين حقيقه كثيره، و يعني انا شخصيا كنت متحمس كثير، وكنت يعني احس على ان في امكانيه تسجيل اهداف، وكان ممكن نهاجم حتى احيانا. انا بسحب المهاجم وبسحب الفريق وبزعق عليهم ابي اطلبهم، لكن المدرب كان المنصف البيتي وكان خطته دفاعيه اكثر شيء، كان يحاول يلعب على الكرات المرتده. وانا مسجل هدف، انا شايف الملعب الجول مفتوح امامي، اختار الزاويه اللي انا اريدها، فكان في امكانيه. لكن حقيقه للاسف الشديد الاسلوب اللعب اتصور اللي لعبنا فيه حد يمكن يكون الى نسبه كبيره حقيقه من قدرات لاعبين ولوجود مواهب حقيقه في ذاك الوقت. هديب الى محمد مصيدح، مره ثانيه الى هديب خميس، مره الى غلام. يلا نشوف الكره، نشوف الكره. جول 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 عمان، جول، هدف التعادل، ممتاز جدا، جول ما كنا متوقعينه، في الزاوية في الزاوية. الهدف الأول ناصر حمدان اللي مغير من الجهة الثانية، إذا منه كان يلعب أول جناح الشمال. يا سلام، هدف ممتاز، هدف ممتاز، هدف التعادل. كأس الخليج السابعة يعني أحداث خاصة حقيقة، كونها أول بطولة خليج في السلطنة في ذاك الوقت، وكان حقيقة الاستعداد لها أفضل من كل الدورات. كان المأمول منا إن فعلا إن نحسن على الأقل الوضع، وقياسا بالمستوى الفني حقيقة اللي ظهروا فيه اللاعبين وظهر فيه المنتخب، كان يشفع له بإني ما توفقنا في إن نحن نغير المركز، لكن حقيقة مستوى كان يشفع لنا بإن نغير المركز. تسجيل هدف على العراق يمكن يكون شيء مميز حقيقة، لأن أول هدف على العراق يسجل على مدى دورات كأس الخليج، ويمكن حتى من خلال المباريات الودية ما سجلنا هدف على العراق. فالهدف على العراق أنا حقيقة أعتز فيه كون أن أول هدف تسجل، وللحظ كمان أن خلصت كأس الخليج السابعة، رحت للدراسة، لعبنا كأس الخليج الثامنة، ما تسجل على منتخب العراق في الثامنة، لعبت التاسعة، أنا رجعت التاسعة وسجلت هدف ثاني على العراق يمكن بعد 4 سنوات. فالأول وثاني هدف سجلتهم على العراق، حتى ذكر أحد جرائد السعودية عكاظ نزلت صورة ملونة كبيرة وكتبت عليها ناصر حمدان تخصص عراقي. العراق وعمان، هذه ناصر حمدان، يلا يا ناصر، يلا يا ناصر، وهاجم منتخب عماني درويش أحمد، يلا يا درويش، 18، خلص خلص من 1 من 2 خطرة، الله الله، جول 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 منتخب سلطنة عمان، الله، حلوة 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 حلوة. ناصر حمدان هدف حلو حلو جدا في الدقيقة الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، 1 منتخب سلطنة عمان، الله. هذه عادة بالبطيء، شوف لما ناصر حصلها عدى بـ2 وحطها بالزاوية على يمين حارس مرمى العراق كاظم شبيب. أنا من أول دخولي للمنتخب ما طلعت لأي سبب، بغض النظر عن إني أنا في خارج البلد، كنت في أمريكا، ولكن كنت اجي باستمرار في العطلات الصيفيه، ما اخذ عطله صيفيه، عاده دورات في العطله الصيفيه بتصير، في بعض البطولات اشارك فيها بتصريح خاص. البطوله هذه كاس الخليج التاسع كان فعلا لغط كبير، ناصر حمدان يشارك، ناصر حمدان ما يشارك، وما كنت اشارك لين يعني انا وصلت قبل بـ2 من المباراه الافتتاحيه من مباراتنا مع السعوديه، ولأن ما كان في مجال أن أجي، كان يعني ظروف دراسة ما كانت تسمح. الإخوة المسؤولين ضغطوا حقيقة كثير وحاولوا أنهم يسهلوا لي وحاولوا وأنهم يعني بشتى الطرق أني أنا أشارك في هذه البطولة. الجهاز الفني كمان كان مصر، الحمد لله توفقت وجيت، وكان مفروض ألعب مباراة الافتتاح فقط وأرجع، لأن ما حصلت على ترخيص من الجامعة.
لعبت مباراة الافتتاح مع السعودية. الإخوة كانوا بيشتغلوا من وراي عن طريق القنوات الرسمية، وقدروا يحصلوا على موافقة من الجامعة أن أنا أكمل. انتقمنا في المباراة الأولى أمام الفريق السعودي، واليوم قاعد يقدم عرض حلو حتى الآن في مباراة اليوم. حمتوت كمعان، حمتوت يلعبها حلوة، إبراهيم، إبراهيم هيكل، إبراهيم، هذا جول، الله! حلوة المنتخب، حلوة منتخبنا الوطني يا ولد إبراهيم، كرة حلوة. حمدود جمعان، شوف الثانية، شوف الجمهور كله قاعد. كان عندنا ذاك الشغف، كان عندك الأمل إن إحنا نفوز على السعودية أو نتعادل على الأقل مع صاحب الأرض. مباراة العراق كانت كمان فاصلة، إحنا كنا فائزين، ومباراة كانت نتيجتها جيدة، أعطتنا ذاك الدافع. كل مباراة كانت تعطينا دافع أكثر. مباراة مع قطر يعني كمان داخلين بمعنويات عالية جدا، بالرغم من أن قطر كان من المتصدرين، يعني تعادل أو فوز علينا كان يمكن ياخذ الكأس، لكن اللاعبين بدأ يصير عندهم ذاك النوع من الثقة، ولعبوا حقيقة بحرية وأبدعوا، وبالتالي حقيقة يعني النتيجة كانت عادلة. 22 الشوط الثاني، ولا زال منتخبنا الوطني متقدم بهدف. ناصر حمدان يلعب الكورنر، من حطها بالجول، تلقى مرة ثانية، شوت، جول، الله الله يا غلام، غلام خميس، غلام خميس، غلام خميس، غلام يا غلام، الله 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 الله، شوفوا شوفوا دويو، شوف قمشي، شوف لاعبين زي ما تعال اقول. شوف انا لما انفعلت مع هذه الكره الحقيقه ما كنت متوقعها، صاروخ طويل المدى من غلام خميس اعزائي المشاهدين في التلفزيون والمستمعين في الاذاعه. الهدف